في هذا الإطار، في فكرة التعايش السلمي ما بين الشعوب، وأن الشعوب تكون منفتحة على بعضها ولكن في أطر رسمية وأطر منظمة خالية من الهجرة غير الشرعية. يعني شوفوا حضراتكم اللي ارتكب الجريمة بتاعت حادثة الطعن والذبح في باريس، في نيس تحديدا، كان واحد مهاجر غير شرعي جاي من تونس. فبتلاقي حضرتك ان جزء من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين اللي بيخرجوا بقيم غريبة، ما تعرفش هم جايين منين، محملين بأي أفكار، قطعا من الممكن او من الوارد انهم يتم استقطابهم من الجماعات الإرهابية والمتطرفة في أي مكان. من أجل هذا بدأ يبقى في أفكار تانية، فكرة إعادة التأهيل من أجل الهجرة. يعني اللي عايز يهاجر، عايز يروح بلد زي ألمانيا، لازم يتعلم مجموعة من الأمور، يكون متمتع بعدد من المهارات المهنية اللي تمكنه إن هو يتعايش داخل المجتمع الألماني. في خطوات تعاون ما بين مصر وألمانيا بالمناسبة في هذا الإطار، واللي في نفس الإطار تم افتتاح النهاردة المركز المصري الألماني. ده مركز هو الأول من نوعه في مصر، المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة. المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وده الأول من نوعه في مصر زي ما قلت لحضراتكم، وهو ضمن التعاون أو برنامج التنمية من أجل الهجرة، وهو البرنامج العالمي اللي بتشترك فيه مصر وألمانيا. برنامج مهم جدا بيسعى إلى إدماج الشباب من خلال الوظائف وإكسابهم المهارات المختلفة عشان يروحوا بعد كده يكون ليهم دور، اللي حابب إن هو يسافر لألمانيا. تعالوا نشوف كده التقرير التالي بيحكي عن هذا المشروع المهم والبرنامج المهم. تحت مظلة المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، والتي تستهدف رعاية المهاجرين وتنظيم الهجرة للخارج، افتتح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بالقاهرة. أنا بقول نموذج متفرد من نوعه، جهد وزارات كثيرة جدا وجهد من الجانب الألماني، والحقيقة أمل زي ما سيادة الرئيس قال في المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، إن إحنا بندي النجاة للمواطن، الدولة تمد يدها للمواطن لتعريفه بالفرص البديلة، لتعريفه بالهجرة الآمنة، بمكافحة الهجرة غير الشرعية. المركز يوفر معلومات شاملة عن سوق العمل المصري والألماني، إضافة لفرص التدريب والتوظيف والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية. احنا في وزارة التعاون الدولي النهاردة بننهج نهج مختلف شوية، بنقول دايما ان احنا بنقوم بالدبلوماسية الاقتصادية، والدبلوماسية الاقتصادية ليها ثلاث مبادئ رئيسية، اولها منصات التعاون التنسيق المشترك، فالحقيقة بنبقى مع الوزارات المختلفة وشركاء التنمية علشان نشوف ايه الاحتياجات اللي مطلوبة، طبعا وفقا لاستراتيجية مصر 2030. فرص وآفاق جديدة يوفرها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، فبالإضافة إلى أنه يوفر المعلومات الأساسية للطامحين في الهجرة، يعيد إدماج العائدين منها اقتصادياً واجتماعياً. من مصر، طارق أحمد.